كنا بقينا في مثال رقم 6، بدنا غنديرو هو الليميت ديال اكس عندما يقول اكس ناقص ما لا نهايه. اكتب لكم دابا غنبداو نخدمو ونحاول نعطيكم امثله ديال الاشكال المحدده من غتلقى عندك لا نهايه على لا نهايه. هنا ملي غنحاول نركز عليهم شويه دابا نيت. من المثال ديالنا سيدي هو اكس ناقص واحد على واحد ناقص الراديكال ديال اكس سكوير زائد واحد، يعني اكس او كاري زائد واحد. اول حاجه غنديرو غنعوضو، غتعطيك الفوق زائد ما لا نهايه، والتحت عندك تاهي لا نهايه، هاد زائد ما لا نهايه هنايا زائد واحد غتبقى زائد ما لا نهايه، والراديكال ديال زائد ما لا نهايه هو زائد ما لا نهايه مضروبه في ناقص هي ناقص ما لا نهايه، زدتي على واحد غتبقى ناقص ما لا نهايه، والفوق ناقص ما لا نهايه، غتولي عندك شنو هي لا نهايه على لا نهايه. هادشي علاش شكل غير محدد. نورمالمون ملي كيكون عندك هاد الشكل غير محدد كتختزل على حسابك، كتقدر تختزل ما إلا سميتو كتختزل إكس نورمالمون بالتعميل التاني، ولكن غنشوف واش غنحتاجو نديرو التعميل الأول ولا التاني. عندك إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، نعملو الفوق بالإكس. أوكي قلنا هنايا واحد ناقص إكس كاري طربن طربن طربن. دابا حنا فرقنا هاد الجدر هذا، دابا هاد إكس كاري نحيدوه نخرجو من الجدر باش نعملو بيها، نخرجو من الجدر تولي إكس من غتخرج من الجدر، دونك المقام غيولي واحد ناقص شنو ناقص نورمالمون ناقص إكس، ولكن اش غنديرو غنديرو ناقص شنو القيمة المطلقة ديال إكس، حيت الأوكار راه داخل الجدر معرفينش إكس كم دايرة، علاش مضروبة في الراسين ديال واحد ديال واحد زائد واحد على إكس أوكار. دابا هنا إكس كم دايرة إذا كانت موجبة غتبقى لينا ناقص إكس، وإذا كانت سالبة غتولي عندنا ناقص ناقص إكس، حيت حنا بغينا شنو لي قيمة الراس تكون موجبة 100%، دونك إذا كانت ناقص إكس غتولي عندنا، إذا كانت إكس سالبة غتولي عندنا ناقص إكس ملي تخرج من القيمة المطلقة. حنا اش عندنا هنا؟ عندنا ناقص ما لا نهاية، إذا شنو سالبة، دونك في المقام هاد المقام هذا اش غيساوي لينا؟ ولينا ناقص غيولنا واحد ناقص ناقص إكس، غتولي بحال هكا من غنحيدو ليها القيمة المطلقة مضروبة في واحد زائد واحد على إكس أو كاري، بحال هكا غادي تولي. أنا غير كتبتها حدا باش تبان ليكم، أنا نضرب عليها ونعاود نكتبها مقعدة. ندير إكس يقول إلى ناقص ما لا نهاية، إذا المقام غيبقى إكس، المقام غادي يبقى كيما ما بغي نقول لك البسط غيبقى كيما هو، الباقي ما غنبدلوش دابا ما نختازلوش، حنا باغي نخليو ديك إكس برا هنايا باش تختازلو بها. إكس هنا قلنا غتولي ناقص ناقص إكس اللي هي زائد إكس، غتولي واحد زائد إكس مضروبة في الراسين ديال إج ديال واحد زائد واحد إكس أو كاري. دابا هنا الشريف في المقام خصنا نختزلو بإكس، بغي نقولك نعملو بإكس باش نديرو الإختزال الفوق و لتحت، شنو تساوي ليميت ديال إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية، إج ديال إكس نضربو في واحد ناقص واحد على إكس مقسومة على شنو؟ مقسومة على إكس، فاش مضروبة؟ مضروبة في واحد على إكس
عدد واحد غنضربو نقسمو على اكس، هاهي زائد فاش زائد واحد مضروب في الراسين ديال، بلا ما نكتبو في واحد ديجا مضروبة فعلا، مضروبة في الراسين ديال واحد زائد واحد على اكس او كاري. صافي هاي سهلت، غنحيدو هاد الاكس من الفوق ولتحت اختزلنا به. صافي لا باش يبقى لنا، مبقى لنا والو، عمر حط هاد ناقص ما لونها في بلاصة الاكسات، شو تساوي؟ تساوي واحد ناقص واحد على ناقص ما لونها هادي في البسط مقسومة على واحد على ناقص ما لونها زائد، أو بالأحرى هي ديك زائد راسين كاري ديال واحد زائد واحد على ناقص ما لا نهاية أو كاري، شنو تعطيك؟ تعطيك زائد ما لا نهاية. صافي خرجت شنو تساوي؟ الفوق واحد على ناقص ما لا نهاية شنو هو؟ صفر، واحد ناقص صفر هو واحد، ياك. وتحت شنو؟ واحد على ناقص ما لا نهاية هذا هو صفر، زائد شنو؟ واحد هذا كدير واحد زائد صفر، حيت واحد على لا نهاية هو صفر، والراد غتبقى لنا هنا الراديكال ديال واحد، الراديكال ديال واحد هو واحد، اش تساوي؟ تساوي واحد على واحد، دونك اش يساوي؟ يساوي واحد. هذا هو المثال ستة. اوكي نزيد سيدي واحد شي جوج امثله اخرى نفرصو بيهم. مثال سبعة سيدي غيجي يقول لك مثلا نضرب ليا ليميت ديال علامة تقول اكس زائد ما لا نهاية ديال اش ديال جوج اكس ناقص راديكال ديال اكس او كاري ناقص واحد. نورمالمون هنا الا بديت الا درتي الا عمرتي بلا نهاية عوضتي بهم الاكسات اش تعطيك؟ تعطيك هنايا زائد ما لا نهاية، وهنا اش تعطيك؟ تعطيك ناقص ما لا نهاية. هذا بحد ذاته شكل غير محدد، بحد ذاته شكل غير محدد. اوكي ملي كتكون عندنا في هذه الحالة عندنا حد، ملي كتكون عندنا هاد الحالة هادي ديال لا نهاية زائد ولا ناقص لا نهاية، كيكون عندنا جمع كنديرو التعميل الثاني، أو بالأحرى غنطبقو كنستعملو هاد الخاصية هادي. مثلا اش كيقول؟ كيقول لك الخاصية اش كتقول؟ كتقول لك ألفا إكس زائد بيتا زائد أو لا ناقص الراسين ديال اش، راسين من الرتبة ان، يعني يكون اللي بغا يكون ديال ا اكس تو ذا باور بي يعني ال اوس بي زائد ان. اهم حاجة عندنا في هادشي هو الفا، وهاد الراسين ديال ا، راسين من الرتبة ديالو ال ا. علاش؟ حيت هاد الجوج كيلعبو واحد الدور، انا نقول لكم علاش. ولكن ديما ديروا بالكم هاد البي و ان هادو مهمين، كترد معاهم بال هاد البي هاد الاس وهاد الان هادو. الى عندنا بي تخالف ان، يعني هادي وهادي ماشي بحال بحال، الاس ديال الاكس داخل وهذا ماشي بحال بحال، ديك الساعة كضطر دير التعميل الثاني. باش غتعمل بإكس تو ذا باور اوف ان، هاد إكس خصك تعمل بهاد بهاد، تا عندك هنا إكس وحدة، عندك هنايا جذع مربع جذع من رتبة ثلاثة، خصك تعمل بإكس أس ثلاثة، هاد الآن هي اللي كتحكم هنايا، وهادي غتعطينا جوج حالات، هتعطيك يا إما إكس أس ان، أولا غطلع لك ناقص إكس أس إن، وكل وحدة غتعطيك حاجة، إكس غادي تقول زائد ما لا نهاية، خصك تعمل إلا كانت عندك إكس تقول، فهنا مثلا في الليميت إلا كنتي داير إكس تقول زائد ما لا نهاية غير خصك دير إكس أس إن،
ولا كانت عندك اكس تقول ناقص ما لا نهاية، خصك دير تعمل تاني باش بناقص اكس اس ان. هذا امتى قلنا ملي تكون بي و ان مختلفين. الحالة التانية اذا كانت بي كتساوي ان، او بالاحرى اغلب الاوقات غتلقاها كتساوي جوج حتى هما يعطوك المربع، يعني المربع ما ينتقموش منكم بالعربية تعرف. هنا كتعطيك جوج حالات، هنا من غتكون بي و ان متساويين نورمالمون، بي و ان كيكونوا متساويين، او مثلا بي هذيك تساوي جوج، هنا راه جوج غتساوي لك جوج، من الان تاهي كتكون كتساوي جوج، من لا عطاوك هنايا سكوير هنا غيكون سكوير كان هنايا، يعني مربع هنا غيكون مربع. هنا غتشوف انه غتشوف الفا وهاد الراسين ديال ا، هذا هو اللي غيعطيك اش دير الا لقيتي باللي القيمه المطلقه ديال الفا اللي هي هادي القيمه المطلقه ديالها تخالف الراسين ديال ا، جوج مربع ديال ا، غتمشي ديريكت دير تعميل ب اكس او كاري. الى لقيت اسيدي الفا ديرو كان او كاري باش تجيكم ساهله، ما يعطيكمش حاجه اكثر من او كاري، تتفوت الباك عاد غيشحطو معاكم، تساوي الى لقيتي القيمه المطلقه ديال ار تساوي جذر مربع ديال ا، هنا مغديرش تعمل باكس او كاري، غدير المرافق ضرب مرافق، تخدم مرافق، هذه الطريقه نورمالمون انا هادو حافظهم. دونك مني هادي باش تختصر الوقت كتمشي لها ديريكت. انت نسيتي على هاد القاعده، اذا ما عقلتيش عليها اش غدير؟ غد كتسمى غدير عمليه تجربه، تجرب صدقتي ديك ما صدقتش، عاد تمشي للطريقه الثانيه، عمل بالتعميل باكس اس ان مثلا في الاول وشوف اش تخرج لك، هربتي من الشكل غير محدد داكشي اللي بغينا، ما صدقش لك دير سيدي عمل بناقص اكس اس ان، ما صدقش لك بقيتي ديجا في شكل غير محدد عمل باكس او كاري، خرجت لك يديك ما خرجتش لك سير المرافق، المهم هادو واحده منهم غتخرجك، غير باش تربح الوقت ملي كتشوف هاد العلامات بحال دابا هنايا انا نوريك، هنا عندنا اكس، هنا عندنا اكس مربع والجذع مربع، دوك شنو بي و ان متساويين، هام بي تساوي جوج هاي متساويين في هاد الحالة، حتى غنمشي ديريكت غنخدم واحد من هاد الجوج، يا اما المرافق يا اما التعميل بإكس أو كاري، غنشوف دابا ألفا، ألفا هي جوج وشنو؟ والجذع المربع ديال واحد ماشي جوج، الجذع المربع ديال واحد هو واحد، دونك جوج عندنا ألفا كتساوي جوج وراسين كاري ديال أ كيساوي واحد، دونك مختلفين. اوتوماتيكمون غنمشي ندير التعميل باكس او كاري، هادشي علاش قلت لك غتنفعك هاد اللعيبه هادي لحفظتيها باش تمشي ديريكت. دونك دابا باش غنديرو غنبسطو غنخرجو دغيا ليميت ديال اكس يؤول زائد ما لا نهايه، دابا غنعمل ب دابا سيدي غنعمل ب ب سميتو دابا غنعمل اكس او كاري داخل في الجدر باش نخرج نسلتها، عندك هي جوج اكس ناقص راديكال ديال اش ديال اكس او كاري مضروبه في واحد ناقص واحد على اكس او كاري، ما درتش والو عملتها باكس او كاري داخل الجدر، هي نفسها تساوي ليميت ديال اكس يؤول زائد ما لا نهايه ديال جوج اكس، جوج اكس غتخرج من الجدر شتولي هي ناقص القيمة المطلقة ديال اش ديال اكس، حيت باقا معارفينهاش، ولكن انا نوريكم دابا حنا عارفين بلي اكس الداخل ديالها موجب علاش حتى اول زائد ما لا نهاية، اوكي واحد ناقص واحد على اكس او كاري هذا الداخل. دابا انا غنبغي نحيد القيمة المطلقة باش خاصني نشوف، خاصني نشوف اكس كين دايرة، الا كانت اكس موجبة غتبقى كما هي، الا كانت سالبة غنزيدو لها الناقص، هنا اش عندنا تؤول زائد ما لا نهائي، إذا الموجبة تتولي جوج إكس ناقص
مضروبة فاش في الراديكال ديال واحد ناقص واحد على اكس او كاري ندير اكس تؤول الى زائد ما لا نهاية. هنا دابا اش غندير؟ دابا غنعمل باكس سهلة، تولي هي الليميت ديال اكس تؤول زائد ما لا نهاية ديال اكس مضروبة فاش في جوج ناقص راديكال ديال واحد ناقص واحد على اكس او كاري، صافي هاي خرجت راسها براسها، ما نضرب معاها لا تمارا لا والو. دابا غادي نبلاك غنعمر، هاي هنا غتولي عندنا زائد ما لا نهاية فاش مضروبة، غنكتبوها سيدي باش تكون ساهلة. نورمالمون خصك تحسبها بعينك طير، شنو تولي زائد ما لا نهاية فاش بجوج ناقص زائد مربع ديال واحد ناقص واحد على زائد ما لا نهاية، هادي اش غتساوي لك؟ واحد على لا نهاية صفر، واش يبقى هنا راديكال، راديكال ديال واحد هو اللي غيبقى هنا، والجذر مربع ديال واحد هو واحد، دونك اش غتبقى لك؟ تبقى لك جوج ناقص واحد اللي هي واحد، لا نهاية مضروبة فاش؟ يا ربي ناقص هنا لا نهاية، هنا كاين واحد ناقص لا نهاية ناقص لا نهاية ناقص واحد هي لا نهاية زائد ما لا نهاية، دونك شنو تساوي؟ زائد ما لا نهاية. سالينا مع المثال، غنحاول نبينو لكم باش ترى بغيتو تشوفو ديرو بوز ويبان لكم مزيان. سو فار سو جود، نزيد لكم مثال آخر هو نيت مثلا، غير هاد المثال منزيدوهش باش نعطيكم الحالة التانية اللي مثلا غادي تلقى، مثلا غتلقى مثلا ألفا و الراديكال ديال أ متساويين، في هاد الحالة هي فين غتمشي دير المرافق، مغديرش التعميل التاني. غنعطيكم هاد المثال دابا، زيدكم هاد جوج أمثلة، نزيد كاد المثال هدا و نزيدو المثال التامن. هذا ما غنكتب، غندير لها نجمة باش تعرفوا بلي راه باقيين في نفس الفقرة، غير مبدلين الشكل باش نطبقوا الحالة الثانية. مثلا قلنا الليميت ديال اكس يؤول زائد ما لا نهاية ديال اش ديال اكس ناقص الراديكال ديال اكس او كاري ناقص واحد، هادي من غتبلاكي من تعمر الاكسات بلا نهاية غتلقى عندك زائد ما لا نهاية زائد ناقص ما لا نهاية، هذا شكل غير محدد. هنا شنو قلنا؟ عندنا ألفا شناهي؟ ألفا هي عندنا أولا بعدا كنية بي، شناهي بي؟ هي جوج ياك، و ألفا هي الراديكال ديال أ، بي ربي تساوي جوج بعدك، أولا بي كتساوي جوج، هاهي عندنا الحالة هادي، بي كتساوي جوج، دونك غنختار واحدة من هادو، دابا خصنا نشوفو شنو من حاجة أخرى، بي كتساوي جوج، وعندنا ألفا هي واحد، وعندنا هنايا هاهي الشيء فين محطوطة أ، هاهي واحد، والراديكال ديال أ كيساوي الراديكال ديال واحد، حتى هنايا واحد، دونك شنو عندنا؟ عندنا ألفا تساوي راديكال ديال أ، دونك أوتوماتيكمون أنا غنمشي ديريكت للمرافق. ولكن كيف قلت لك، إلا ما كنتيش حافظ التوشيات اللي وريتك اللور ماشي مشكل، دير واحدة من داكشي، دير مثلا التعميل التاني، دير عمل بإكس في الأول شوف واش غتخرج لك، بقات هي ديك مبقاتش، دوز للتانية عمل بإكس أو كاري شوف هاتاهي، عمل بناقص إكس أو كاري، المهم تهرب من هاد الشكل غير محدد، حيت ماشي كاع بنادم غيحفظ هاد الطرق ديال اختصار الوقت. دابا انا غندير اسيدي المرافق، المرافق قلنا شنو هو؟ المرافق ديال اش؟ المرافق ديال هذا، غنضرب ونقسم عليه، حيت واخا ندير طرق اخرى ما يخرجونيش، دونك شنو تساوي؟ تساوي ليميت ديال اكس تؤول
زائد ما لا نهاية ديالهاش. انا هنخلي هذا كيما هو، نكتبها بالشمال لكم اكس ناقص هذيك ديال اكس وكاري ناقص واحد، هاي الشا خليتها كيما هي ما قستهاش. هنضرب ونقسم في المرافق ديالها اللي هو اكس زائد راديكال ديال اكس او كاري ناقص واحد مقسوم على اكس زائد راديكال ديال اكس او كاري ناقص واحد. شتيها؟ ما درت والو. دابا هانا عقلت على هادي، هذا المرافق ديالها هي المتطابقة اللي بغيتكم بالبيلا، قلت لكم بلي ا زائد بي مضروبة في ا ناقص بي هي ا سكوير ناقص بي سكوير. يعني ماشي قلت لكم قبيلة، قلت لكم في الفيديو، قلت لكم قبيلة وكان غتلقاو في الفيديو الأول في الفقرة واحد، هاد الفيديو دابا هو الفقرة جوج. دونك تولي تولي ليميت ديال اكس عندما تقول زائد ما لا نهاية ديالهاش ديال اكس او كاري ناقص اكس سكوير ناقص واحد او كاري. هاي هي المتطابقة الهام اللي وريتكم لها، هاي الطبقات الفوق مقسومة على اكس زائد راديكال ديال اكس او كاري ناقص واحد. دابا سيدي راه ليا الفراشة، اجي هاد المربع نفرق عليهم باش يتحل ليا هاد القوس ويتحل ليا تا الجذع مربع، تولي ليميت ديال اكس تأول زائد ما لا نهاية ديال اكس او كاري ناقص اكس او كاري ناقص واحد مقسوم على اكس زائد راديكال ديال اكس او كاري ناقص واحد، باش تساوي ليميت ديال اكس تؤول زائد ما لا نهاية. ما درش والو، حيت غير هاد السكوير، حيت هاد المربع حيت بهاد الجذع هذا. دابا هاد الناقص غنشرها باش تبان ليا، تولي عندي اكس او كاري ناقص اكس او كاري زائد واحد حيت الاقواس هادو مقسوم على اكس زائد راديكال ديال اكس او كاري ناقص واحد. اكس او كاري واكس وناقص اكس او كاري اختازلو خوتهم، اختازلو بعضياتهم، صافي سالينا. دابا اش خصني ندير؟ انا ما خصني ندير والو، غادي غير نعوض اكس بزائد ما لا نهاية. اش تساوي؟ نرجع للسطر باش تبان لكم اش تساوي. تساوي واحد كيف قلنا، على شنو؟ واحد مقسوم تساوي واحد مقسوم على زائد ما لا نهاية زائد جذع مربع ديالهاش ديال زائد ما لا نهاية ناقص واحد، صافي تساوي واحد على زائد ما لا نهاية. هنا هي الناقص ناقص واحد مع عمرو ما غيأثر في زائد ما لا نهاية، حد صغير بزاف غتبقى زائد ما لا نهاية. الراديكال ديال زائد ما لا نهاية تساوي واحد على زائد ما لا نهاية وواحد على زائد ما لا نهاية، يعني واحد على زائد ما لا نهاية كيساوي زيرو. هذا هو المثال الثاني اللي درنا فيه المرافق. نورمالمون ولا كنتي يعني مولف التمارين داكشي هادشي غتختازلو، انا راه كنحاول نبسط باش يبان لكم اش كندير. نورمالمون راه من الاولى تنقط بشي ديريكت للثالثة هنايا، من هادي تقدر تدوز ديريكت لهنا للحساب. اوكي هنا سيدي المثال رقم 8، قالك اسيدي الليميت ديال اكس يؤول ناقص ما لا نهاية. هذا تا هو غندير لكم بشكل غير محدد، بالزائد والناقص ما لا نهاية غتخرج لينا غير هنا. تا هو غنديرو مرافق، تا هو نزيدو نعاونو به شوية باش هاد المرافق شوية الواحد كيتلف فيه. عندك اكس زائد الراسين ديال اكس او كاري ناقص ثلاثة اكس زائد واحد، الى عمرنا الاكسات بالناقص ما لا نهاية عوضناهم وتخرج لينا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. احنا قلنا ديما ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية بشكل غير محدد. الا خرجت لك ناقص ما لا نهاية مثلا، ناقص ما لا نهاية راه مزيانة، هاديك راه كتساوي ناقص ما لا نهاية. ولا خرجت لك زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية سهلة، هي راه كتساوي زائد ما لا نهاية نفس الإشارة، ولكن إلا خرجت لك إشارات مختلفين تما شكل غير محدد.
اوكي هنا اش قلنا عندنا بي كتساوي جوج، ها هي شا الاس هنا هذا هو بي، بي كتساوي جوج. وعندنا سيدي قلنا دابا غنشوفو ملي كتساوي جوج عندنا الفا، الفا هي هادي، ها هي واحد، واحد الراديكال ديال اش كيساوي تا هو كيساوي واحد. دونك اش يعطينا هنا؟ يعطينا الفا تساوي راديكال ديال ا. هادشي بطبيعة الحال ما تكتبوش لهم في ورقة التحرير، هادشي عندك انت طرق كديرهم نتايا باش كتعرف اش دير، هما خاصك تكتب لهم هادشي هذا غير اللي غادي هنا مسلسل صافي. دير ليميت ديال اكس تؤول الى ناقص ما لا نهاية. دونك شنو نديرو؟ نديرو المرافق كيف قبيله، عندنا اكس زائد اكس او كاري ناقص 3 اكس زائد واحد، ما درت والو عاود كتبتها. غنضرب ونقسم على على 3 باش ما تلفوش لينا هنايا، ونضرب نديرها تحت باش تبان ليكم. باش 3 زائد اكس تعود ناقص معنا هنايا ديال اكس زائد راديكال اكس او كاري ناقص 3 اكس زائد واحد، شتي مدرت والو هاي كتبت. غنضرب ونقسم في المرافق ديالها، هي اكس ناقص راديكال اكس او كاري ناقص 3 اكس زائد واحد على اكس ناقص اكس او كاري ناقص 3 اكس زائد واحد، شتي مدرت والو ضربتها في المرافق ديالها. دابا هادو قلنا هي المتطابقة الحامل اللي وريتكم قبيلة، ليميت ديال اكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية، اللي هي إكس إكس ناقص إكس أو كاري ناقص راديكال ديال إكس أو كاري ناقص 3 إكس زائد واحد الكل أو كاري. هاي هادي فيها المرافق نضرب في بعضياتو كيولي مرفوع ب بالفرقة، يولي أ أو كاري ناقص بي أو كاري، هادي اللي شتوها قبيلة مني دورتكم الصفحة. والمقام غيبقى كما هو، إكس غيبقى كما هو حاليا. ما دابا اكس ناقص اكس او كاري ناقص 3 اكس زائد واحد صافي. دابا نحيدو هاد سميتو الجدر بدل المربع اللي عندنا هنايا، شي يساوي ليميت ديال اكس عند ما تؤول ناقص ما لا نهاية ديال اكس او كاري ناقص اكس او كاري ناقص 3 اكس. سمحوا لي كان ضيجة، راه كملت و الفيديو مبغاش يتبوست عليه، تحبس لي حدو هنايا. دونك انا عاودت كتبت ديك الورقة حدي هنا فين نحبس الفيديو وانا نكمل معكم. اوكي قلنا اكس او كاري ضيجة هاد القو هاد السكوير اللي هنا غيحيد هاد المربع اللي هنا غيحيد لينا الجذر حيت المرافق ديالو. اوكي هادي فاش غتولي بحال كنا نشدو اكس وكاري ونحافظو على هاد الناقص هادي ونخلو الاقواس المربع راح يحيد الجدر، المقام غيبقى كيما هو. دابا هاد الناقص اللي هنا قبل الاقواس غنشرو لداخل، نحيدو الاقواس، غتولي اكس وكاري ناقص اكس وكاري زائد 3 زائد 3 اكس ناقص 1، المقام غيبقى كيما هو اللي هو اكس ناقص راديكال ديال اكس او كاري ناقص 3 اكس زائد واحد. هاد جوج لي هاد الاكس او كاري ناقص اكس او كاري غيحيدو بعضياتو، هما ضربت عليهم باش تولي عندنا، تولي عندنا بليميت اكس عندما يؤول ناقص ما لا نهاية. دابا غنديرو يا ربي ماشي ليميت، دابا غادي نعوضو، غادي نعوضو بالناقص ما لنا، غن الإكس تاع عمرو بالناقص ما لنا، غتولي عندنا هي شنو؟ تولي عندنا كتساوي ثلاثة هي هادي، ضربها في عشرة في ناقص ما لا نهاية ناقص واحد، لا ناقص ما لا نهاية ناقص شنو؟ راديكال ديال اش؟
ناقص ما لا نهاية أو كاري ناقص 3 مضروبة في ناقص ما لا نهاية زائد 1. هذه من نحسبوها باش تخرج لنا، تخرج لنا تساوي، لا طول بالك، تخرج لنا ناقص ما لا نهاية مع ناقص ما لا نهاية. اوكي غتقول لي علاش حنا ديجا حاولنا نحيدو الشكل غير محدد وخرجنا في شكل غير محدد اخر؟ نقول لك عادي، ممكن دير جوج مرات، ممكن تقدر يخرج لك ثلاثه المرات ديال الاشكال المحدده. انت كل مره كيتبسط هذاك الشكل. دابا هنا في هذه الحاله هذه اش غنديرو؟ غنعملو ما دامت ما خرجتينا، خرجنا شكل غير محدد، غنرجعو للعباره الاولى لهنا وغنكملو عليها. غناخدوها هايا نكتبوها هنايا، هي ليميت ديال اكس عندما يكون ناقص ما لا نهاية ديال اش قلنا ديال 3 اكس ديال 3 اكس ناقص 1 على 3 اكس ناقص 1 على اكس ناقص هادو كان ديال اش ديال اكس او كان ناقص 3 اكس زائد 1. حنا الفوق دابا ساهل نعملو باكس، ولكن لتحت خصنا تنخرجو الاكس او كاري، نخرجو هنا شوية عاد باش نعملو بإكس لتحت. دونك نديرو كيف درنا قبل، غنعملو بإكس أو كاري داخل الجذر باش تخرج لينا البسط. عندك ليميت ديال إكس تؤول ناقص ما لا نهاية، البسط ما نقيسوش، 3 إكس ناقص 1 هاهي، وهنا عندنا إكس ناقص الجذر. هاد إكس أو كاري غنعملو بيها، تولي اكس او كاري مضروبة في اش واحد ناقص 3 على اكس زائد 1 على اكس او كاري. هاهي عملنا بها. دابا اكس او كاري غتخرج، الا عقلت واش قلنا قبيله، كتخرج بالقيمة المطلقة ديالها، كتساوي نيميت ديال اكس تقول ناقص ما لا نهاية. البسط قلنا غنخليو كما نعملو سيدي بإكس في البسط سيدي، تولي إكس مضروبة في 3 ناقص 1 على إكس، والمقام عندنا إكس ناقص القيمة المطلقة ديال إكس مضروبة في اش في 1 في الراديكال ديال 1 ناقص 3 على إكس زائد 1 على اكس او كاري. هنا عندنا القيمة المطلقة، نشوفو اكس كم داير، واش موجب ولا سالب؟ اكس هنا عندنا سالبة، اذا القيمة المطلقة ديال اكس هي ناقص اكس. شتا تساوي الليميت ديال اكس عندما تكون ناقص ما لا نهاية ديال اش ديال اكس مضروبة في 3 ناقص 1 على اكس ثم على اكس ناقص قلنا ناقص ناقص اكس غتولي هي زائد اكس. ما تنساوش هادي ملي غتخرج من القيمة المطلقة غتولي ناقص اكس، واحد مضروبة في ناقص غتولي زائد اكس. هادشي علاش درنا هنا فور هاديك ديال واحد ناقص 3 على اكس زائد 1 على اكس او كاري. دابا عاد باش غنعملو بإكس في المقام تاعو، غتولي عندنا تساوي ليميت ديال إكس تؤول ناقص ما لا نهاية، الوسط ديجا عملنا بإكس، غتولي 3 1 على إكس مقسومة على شنو؟ مقسومة على هنا قلنا غنعملو بإكس، غتولي هي اكس مضروبة في 1 زائد راديكال ديال 1 ناقص 3 على اكس زائد 1 على اكس وكاري. هذا بقى قد يسهل، هاد اكس ود اكس غيشطبو بعضياتهم، شوف ما ضربنا عليهم هادي وهادي. دابا غنعمرو، غادي
نعوضو اكس باللانهاية، نورمال خصها تخرج لنا قيمة محددة، ولكن نديرو مع بعضيانا. اش غتساوي سيدي؟ قلنا غتساوي 3 ناقص 1 على ناقص ما لا نهاية. في البسط المقام عندنا 1 زائد الجذر ديالاش 1 ناقص 3 على ناقص ما لا نهاية زائد 1 على ناقص ما لا نهاية أوكاري. شنو هي زائد ما لا نهاية؟ كلاهما، لأن 1 على لا نهاية كيعطينا صفر. هادشي اش غيساوي لنا؟ غيساوي لنا هادي شناهي؟ 3 ناقص صفر في البسط، حيت أي عدد مقسوم على لا نهاية غيعطينا صفر. والمقام عندنا 1 زائد الراديكال ديالاش ديال 1 ناقص صفر زائد صفر، حيت 3 على لا نهاية صفر كتساوي صفر، و 1 على لا نهاية كتساوي صفر، هادشي علاش بقات عندنا 1. دونك 3 على 1 زائد 1 تساوي 3 على 2. نزيدكم واحد المثال الأخير سريع شوية، ولكن المهم علاش، حيت هو فين غندرسو الشكل غير محدد اللي كيكون فيه صفر مضروب في اللانهاية. الشكل غير محدد صفر في اللانهاية، هاد الشكل غير محدد، الطريقة ديالو نوعا ما مختلفة ولكن او ميم طو سهلة. المثال سيدي قالك، سيدي قلنا مثال سعود، قالك سيدي الليميت ديال اكس عندما تؤول صفر ناقص ديالاش ديال اكس مضروبة فاش في المربع ديال 1 ناقص 1 على اكس. هذا الحل ملي غتعوض غتعطيك صفر في اللانهاية، ملي تعوض هنا هي صفر وهذه اللانهاية. نورمال ملي كيخرج لك هذا واش خاصك دير؟ في بلاصه ما كتخرج الاكس كيف كنا كنديرو في الاول، كنخرجو من الجذر باش نختازلو ونعملو بيه ونشطبو عليه نقصوه. دابا العكس، هاد الاكس غيدخل لداخل، خصنا ندخلوه للجذر مربع. دونك اش غنديرو ليه؟ غنرفعوه للدوغري الثانية و اون ميم طون نعطيو جد مربع. ولكن هنا غترد ليه بالك، علاش؟ اذا كان اكس اكبر من صفر، اكبر من او يساوي صفر، ديك الساعة عندك الحق تقول لي بلي اش كيعطينا؟ هادشي عطينا بلي اكس. ديك الساعة عندك الحق تقول لي بلي اكس تساوي جذر مربع ديال اكس او كاري. ولكن الا كان اكس اصغر من صفر، ديك الساعة ما تقدرش تكتبها هكا، ديك الساعة غي خاصك تكتب لي ناقص، تكتب لي بلي اكس كتساوي ناقص، شنو ناقص؟ راه برا الجذر، ناقص الجذر مربع ديال اكس او كاري. راه كيف ما كنت كتخرجو كدير ليه قيمة مطلقة باش تعرف شنو الإشارة ديالو وتخرجو بالإشارة الصحيحة ديالو، راه تملي كتبغي تعاود تدخل في الجذر خاصك ترد بالك الإشارة. اوكي، حنا هنا شحال عندنا؟ صفر ناقص، إذا شنو؟ صغر من صفر سالب. دونك شنو غناخدو؟ غنديرو هاد العبارة، تساوي ليميت ديال اكس تؤول صفر ناقص ديالاش ديال ناقص راديكال اكس او كاري. هادي راه هي هادي، مدرت والو، درت لها مربع و ميم طو عطيتها الجذر مضروبة واحد ناقص واحد على اكس. هاديك اللي كانت، دابا غندخلوها شنو تساوي؟ تساوي ليميت ديال اكس تؤول صفر ناقص ديالاش ديال ناقص ها هي الجذر. هاد اكس غتدخل عندنا هنا تولي اكس مربع مضروبة في واحد ناقص واحد على اكس. شتا هادي دخلناها في الجدر، درنا والو، وشركنا الجذور مع بعضياتهم. دابا غنشرو هادي، غتساوي سيدي ليميت ديال اكس عندما تؤول صفر ناقص ديالاش ديال ناقص الراديكال ديال اكس او كاري. ها هي هادي في واحد هي اكس او كاري، و اكس مربع في ناقص واحد على اكس هي ناقص اكس
غتقول لك كيفاش درتها اكس. درا سهلة، هي ملي غضربها في واحد على اكس غتولي اكس مربع على اكس، ولكني غنختزلو باكس مربع. هي فين ولات اكس وكاري ناقص اكس. دابا الشريف صافي خرجت راسها، قلنا كتساوي ليميت دي اكس تقول صفر ناقص دي اكس وكاري ناقص اكس، هاكي ولات بحال هكا. هادي ساهل، دابا غدا تعوض ليا سيدي بالصفر. شو تساوي؟ تساوي ناقص الجذر ديال الجذر صفر مربع ناقص صفر. شو تساوي؟ تساوي صفر. وإحنا خرجنا هذا مكان. غنحبس هنايا باش منطولش فيكم فيديو. غدا إن شاء الله غندير السينيس والكوسينيس والطونجونت، نحاول نعطيكم شي أمثلة والقواعد ديالهم تما.